السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتكلموا على انواع ديال الارانب اللي ما كيعرفش الانواع ديالها، يعني الانواع اللي منتشرة في المغرب وكذلك في بلدان اخرى. بغض النظر عن الارانب يعني الرومية والبلدية، كاين واحد النوع كيكون كروازي، كيقولوا كروازي ولكن قليل. حنا دابا غنتكلموا هاد النهار على الأرانب الرومية. كما كتشوفوا عندي هنايا، هاد الأرنبة راها والدة واحد الفصائل مختلفة. كاين الفصيلة الأولى كتكون بيضاء بهذا الشكل، وكيكون الأعين ديالها حمراء، هذه كتسمى نيوزيلندي. نيوزيلندي. أما هاد النوع هذا اللي هو قليل، هاد النوع هذا كيكون مزركش وعنده واحد الخط على ظهره، وكيكون نيفو ودنيه اما كحل اما بحال هذا الشكل. هذا هادو كيتسموا بابيون، يعني الفراشة بابيون. وكاين هاد النوع هذا الاخر، هذا اللي العينين ديالو كحل، هادو كيقولوا المكحل، داك كيكون عينيه كحل. بالنسبة للنمو ديالهم، واخا هما كيكونوا من كرش وحده، كاين هاد النوع ديال النيوزيلندي والبابيون والمكحل. هاد المكحل النمو ديالو واخا كيكبر ما كيوليش بحال البابيون وبحال النيوزيلندي، هادو كيتزادوا في الحجم، اما هو كيبقى بحال اللي كيولي مدور، ما كيبقاش كيسميوش كما كنسميو حنايا، كنقولوا المترو. يكون النوع ديالو ملي كنجبدوه كيطوال، كيتجبد له هذا كيبقى بحال مدور، اللي سميتو المكحل. وكاين واحد النوع اخر اللي سمحوا لي هنا ما عنديش هنايا، اللي هو كيكون بلون واحد، يا اما بالاسود كامل، اما بالجري كامل، كيكون كامل او بالاصفر. هذاك سميتو شانتيلا، هذاك شانتيلا. هو ما عنديش دابا، ان هاد الارنبه بحال ولت لي هاد العدد هذا، ما معاهمش شانتيلا. وهما كيتهجنوا، كاين يمكن لك مثلا تدير نيوزيلندي اللي هو هذا، ديرو مع البابيون اللي هو الفراشه، تزوجهم وكيعطيوك واحد الخلفه اللي هي مختلطه. تقدر دير عاوتاني هاد المكحل، تقدر ديرو مع البابيون، المهم كتخلط وسبحان الله كيخرجوا مختلفين، هما من كرش وحده ولكن كيخرجوا مختلفين. اما بالنسبه لهذا النوع هذا، راه معروف هذا كيكون غير بلدي، ما كنصحكمش ديروه لان ما كيكبرش دغيا. هذا النوع هذا رومي، هذا حتى الدواء كيقدر يشد فيه مزيان، الا درتو له الدواء يعني الابره والمسائل ديالو كيشد مزيان. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا في القناه، ضغطوا على زر جيم كي يصلكم، وضغطوا على الجرس كي يصلكم الجديد إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.